هذا لا يضير كثيرا، نحن ننظر إليه باعتباره مرشحا للحركة الشعبية. لا توجد، لا نستطيع أن نقول إنها هي رسالة وحدوية أو رسالة انفصالية، بقدر رؤيتنا للحركة الشعبية باعتبارها يعني دخلت الانتخابات بكل مراحلها. طيب صحيح استاذ فتحي، يعني كما تقول يعني هذا الترشيح لخوض الانتخابات، ماذا عن تقارير التسلح؟ هناك تقارير نشرت في الاسابيع الماضيه عن حالات تسلح على طرفي في الشمال وفي الجنوب، الا يهدد هذا الامر الانتخابات والاستفتاء ايضا؟ بالنسبة للتسلح هنالك قوات مشتركة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني في جنوب السودان. ثانيا الآن تشهد العلاقة بين الحركة والمؤتمر الوطني أفضل حالاتها، لأننا توصلنا إلى اتفاق عبر الحوار في آلية مشتركة، ولا زال الحوار متصل فيما يختص ب كيفية إجراء الانتخابات في مناخ صحي ديمقراطي مهيئ لكل القوى السياسية، في أن هذه الانتخابات يجب أن تعمل على ترتيب العلاقات بيننا وبين الحركة الشعبية. ويعني تطبيق اتفاقية السلام. طيب اسمح لي سيد دينك منوال، يعني في إجابة أخيرة عن تقارير التسلح والخشية فعلا من عودة السودان إلى المربع الأول باختصار. قبل الإجابة لهذا السؤال أود أن أشير إلى نقطة أشار لها الأخ عارف. الحركة الشعبية ليست حركة جنوبية، هي حركة سودانية في الأول، حركة شعبية تحرير السودان. والحديث أن ليست حديث أن الحركة الجنوبية هو شيء غير معروف عندنا. على كل حركة بعد الاتفاقية كان جيش الحركة جيش حديث التكوين، وبالتالي من حقه أن يؤسس نفسه في التسليح، وكان جيش قاتل في الأحراش وكان ينقذهم كثير من الأدل في العدة والتجهيز. والآن ما يجري حتى إن كان هناك تسليح، فجيش الحركة ما نزل إلى المدن وهي الآن تقوم بتوزيع الإدارة، وتتحول من جيش كان جيش مقاتل ثوار إلى جيش نظامي. ومن حقه أن يسلح نفسه المرحلة المقبلة أستاذ دينك منوال ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان في لبنان، عذرا لضيق الوقت شكرا جزيلا لهذه المشاركة. أشكر أيضا من الخرطوم المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني فتحي شيلة، وكان معي من القاهرة الباحث بشؤون الأفريقية محمد جمال عرفة. إذن تطمينات متبادلة وتقارير متخوفة، كان هذا موضوع المحور الأول من تحت الضوء. المحور الثاني توافيكم به الزميلة فاطمة مزيحم، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. تعاون ألباني إسرائيلي يتخطى المألوف. اجتماع حكومي موسع برئاسة ميركل ونتنياهو. تكثيف للتعاون في مختلف المجالات أبرزها العلمية والعسكرية. برلين تغض الطرف عن جرائم تل أبيب في ذكرى الحرب على غزة. سفن ساعر وغواصات بعيدة المدى بالمجان للكيان. شماعة التعويض عن أسطورة المحرقة عنوان. والهدف الاستراتيجي في رأي المراقبين إيران. نازية ألمانية متجددة تحاكي عنصرية إسرائيلية متأصلة. في خطوة غير معهودة عقد يوم الاثنين الماضي اجتماع مشترك بين حكومتي ألمانيا والكيان الإسرائيلي برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل ورئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو. الاجتماع الذي حضره وزراء الخارجية والحرب والصناعة والثقافة والبحث العلمي والبيئة من الجانبين هو الأول من نوعه على هذا المستوى، ويشكل مؤشرا على مستوى التعاون الاستراتيجي بينهما. برلين وعشية الذكرى السنوية الأولى للحرب المدمرة على غزة لم تكتفي بتجاوز سياسة غض الطرف عن الإرهاب المنظم للكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، بل أقدمت على مكافأته من خلال مده بأحدث أنواع الأسلحة الفتاكة التي من ضمنها سفن من نوع ساعر 5 وغواصات من نوع دولفين
يصل مدى صواريخها المتطورة إلى أكثر من 4500 كيلومتر، ويمكن تزويدها بصواريخ من نوع كروز قادرة على حمل قنابل نووية. يذكر أن بحرية الكيان تمتلك 3 غواصات من طراز دولفين، سبق لألمانيا أن زودتها بها مجانا في نهاية عهد حكومة المستشار السابق غيرهارد شرودر، ويجري حاليا بناء غواصتين من الطراز نفسه، لتأتي الغواصة 6 لتزيد أسطول الكيان من هذا النوع من الغواصات إلى 6. تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا لا تعقد هذه الاجتماعات الحكومية المشتركة إلا مع عدد قليل من شركائها الدوليين، من بينهم فرنسا وبولندا على سبيل المثال، وهو ما رأى فيه المراقبون رسالة من حكومة ميركل تلبي المطالب الإسرائيلية في الضغط على الجمهورية الإسلامية في إيران حول برنامجها النووي الذي يقض مضاجع الكيان الإسرائيلي. مشاهدينا، عن هذه الزيارة غير المألوفة وتداعياتها وأبعادها، ورحب بيروت برئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية السيد مصيب نعيمي، ومن برلين الكاتب والمحلل السياسي السيد زاهي علاوي، ومن رام الله الخبير في الشؤون الإسرائيلية السيد ناصر اللحام. ورحب بضيوفي. أبدأ معك سيد نعيمي، يعني كيف تقرأ من وجهة نظر إيرانية تزويد ألمانيا بهذه الغواصات الحربية البحرية للكيان الإسرائيلي والتي هي قادرة على الوصول إلى المياه الخليج الفارسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك بأن مثل هذا الخطوة هي خطوة تحريضية في المرحلة الأولى وخطيرة للمنطقة المرحلة الثانية، وتعتبر رسالة قد لا تعرف مداها الأطراف الذي أطلقوها، خاصة ألمانيا، لأن يبدو أن ألمانيا في عهد ميركل تحول إلى محافظة للكيان الصهيوني، وهي لا زالت تحت استعمار الولايات المتحدة الأمريكية، نعرفها جميعا. ليس هناك سياسات مستقلة لألمانيا في كثير من الأحيان، ولكن مثل هذه الخطوات قد تجرها إلى أن تكون نوعا ما يعني ندا أو معاندا للسلم الإقليمي، خاصة أن كما نعرف في المرحلة الحالية التي تمر سنة على جرائم الكيان الصهيوني في غزة، والتي اعتبرت دوليا جرائم ضد الإنسانية، تزويد هذا الكيان بأفتك سلاح بحري وأخترح نوويا، هذا تعتبر طبعا هتكا للقانون الدولي، إضافة إلى أنها ستخلق التوتر لا شك على المستوى السياسي، وهي تحديد